بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الحمد لله الذي جعل الأخلاق من الدين وأعلى بها شأن المؤمنين، فرفع بمكارمها أقواما فكانوا من المتقين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صاحب الخلق العظيم، وصفه ربه سبحانه الذي أدبه وعلمه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أما بعد أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هنا من هذه الرحاب الطيبة الكريمة، من رحاب مسجد الفتح برمسيس بمحافظة القاهرة، في هذا اليوم الختامي للأسبوع الثقافي الثالث الذي تقيمه وتشرف عليه وزارة الأوقاف تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في إطار اهتمام الوزارة بالتوعية والتثقيف لرواد بيوت الله تعالى. أيها الأحباب الكرام، في هذا الاحتفال العديد من الفقرات، سنبدأها بخير الكلام وأطيبه بالقرآن الكريم. معنا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وسنستمع إلى بعض من ميراث النبوة. معنا عالمنا الجليل فضيلة الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، بارك الله فيه وزاده من الفضل والعلم والخير، ونفعه ونفع به إن شاء الله. ثم نختتم هذه الندوة الثقافية بالابتهالات والأدعية مع المبتهل الشيخ منتصر الأكرم. يحضر معنا إن شاء الله سيادة النائب علي الدين النجار عضو مجلس النواب، ومعنا الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ حماد المطعني مدير إدارة أوقاف غرب القاهرة، الدكتور علي سليمان المفتش بإدارة أوقاف غرب القاهرة، في ضيافة إمامي المسجد الدكتور ياسر مغاوري وفضيلة الشيخ عبد الخالق صلاح. أيها الأحباب، خير ما نبدأ به دائما القرآن الكريم، فالقرآن الكريم يرسخ في نفس المسلم مكارم الأخلاق. فالمسلم الحق أيها الأحباب مثال في الصدق والأمانة والسخاء والشجاعة والتواضع والوفاء وكل الخصال الكريمة والحميدة التي دعا إليها الإسلام وعلمنا إياها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. نستمع إلى آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟
والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا على كل شيء قدير يا
وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. صدق الله العظيم. استمعنا أيها الأحباب إلى تلاوة قرآنية كريمة لسورة التحريم، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. كانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني الكريم الذي نختتم به لقاءات الأسبوع الثقافي الثالث الذي تنظمه وتشرف عليه وزارة الأوقاف. هذا الأسبوع بمسجد الفتح بميدان رمسيس في القاهرة تحت رعاية فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بحضور سيادة النائب علي الدين النجار عضو مجلس النواب، والسادة الأفاضل الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، الشيخ حماد المطعني مدير الإدارة، والدكتور علي سليمان المفتش بإدارة أوقاف غرب القاهرة، وإمامي المسجد الدكتور ياسر مغاوري والدكتور عبد الخالق صلاح. هذا اللقاء أيها الأحباب يقام تحت عنوان حسن الأدب مع الخلق. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وقدوتنا. يقول الحق سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو في صلاته فيقول: واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. نتابع فقرات هذا الحفل أيها الأحباب وفقرات هذه الندوة الثقافية التي تقام تحت عنوان حسن الأدب مع الخلق. معنا من علمائنا الأفاضل الأجلاء فضيلة الدكتور محمد أبو هاشم أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، فليتفضل مشكورا وجزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في موجتي بدمي. محمد بشر في نوره قمر، في طهره ملك يمشي على قدمي. رسول خالقه للخلق كلهم. اقرأ لعمرك في القرآن واضحة في سورة الحجر لا تخفى على الفهم. الله أقسم بالمختار وقلده تاج الفخار تعالى منزل القسم. الله علمه وحيا بلا قلم، سبحان من علم المختار بلا قلم. إذا أردتم صلاح الأرض فاتبعوا محمداً وأريحوا هيئة الأمم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى طريقك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، في البداية نتوجه الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه السنة الحسنة وهي إقامة هذه المواسم الثقافية في المساجد الكبرى في محافظة القاهرة،
ونأمل إن شاء الله أن تنتشر في مساجد الجمهورية لأنها سنة حسنة. وشكر الله لسيادته هذه اللفتة الكريمة وهذا التوجيه الكريم، كما أشكر معالي النائب علي بيه النجار التي نشرف بحضوره، والسادة علماء وزارة الأوقاف، والسادة الحضور ومقدم الحفل فوزي بيك عبد المقصود. وشكر الله لكم جميعا حضوركم وجعلهم في ميزان حسناتكم إن شاء الله رب العالمين. نتحدث اليوم عن حسن الخلق مع الناس أو مع الخلق أجمعين. وحسن الخلق هو أساس رسالة الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلم يأتي صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الحميدة فحسب، ولكنه أتى بمكارم الأخلاق، ولذلك وصفه القرآن الكريم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، أي أنه سما فوق الخلق وعلى فوق الأخلاق وبالغ ذروة سنام الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وذلك لماذا؟ أولا، جاء القرآن الكريم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المفسر لهذا القرآن بأقواله وأفعاله. عندما سئلت السيدة عائشة عن خلق سيدنا رسول الله فقالت: كان خلقه القرآن. ويقول الشيخ عبد الحليم محمود: لقد امتزج الرسول صلى الله عليه وسلم برسالته، فكان هي شرحا وتفصيلا، أي كان سلوكه شرحا للقرآن الكريم، وكلامه ونطقه شرحا للقرآن، فكان هي شرحا وتفصيلا، وكانت هو تعبيرا عن معدنه وجوهره وأصله الشريف. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأجمله وزينه إلا موضع لبنة، فكان الناس يمرون يقول: هل وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا المتمم صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الأنبياء جميعا يأتون بالأخلاق. إذا نظرتم إلى الشرائع السماوية والكتب السماوية التي أنزلت على أنبياء الله ورسله، كلها تدعو إلى الأخلاق وتحث على الأخلاق. ثم جاء التمام والكمال بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وكان يتمتع بالأخلاق العالية. جاءته في يوم السيدة عائشة رضي الله عنها وقالت له: يا رسول الله، إن فلانا بالخارج ويستأذن عليك. فقال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة، أي إنه رجل سيء، وأذنوا له. هذا الحديث هو الذي استنبط منه علماء الجرح والتعديل في السنة النبوية مسألة الجرح والتعديل في الرواة، حتى لا تخرج عن طريق الغيبة أو النميمة لكن الجرح والتعديل من هذا ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. فلما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم استقبله استقبالا طيبا وأحسن له الكلام وأحسن له القول. فبعد أن انصرف الرجل قالت له السيدة عائشة: يا رسول الله، قلت لك ولن يستأذنك، فقلت إذن له بئس أخو العشيرة، ولكنك أحسنت استقباله وأحسنت حديث الحديث إليه وأحسنت لقاءه. فقال لها: يا عائشة، متى عرفتني فحاشا؟ هذه هي أخلاق سيدنا رسول الله، والتي أمرنا نحن أن نتخلق بها. لذلك قال ووصى أصحابه، وأنا لا أقول كلاما جديدا كلنا نعلمه، ولكنه من باب وذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. الأشياء التي تحدث
في النفوس امورا او خلافا بين الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها، بل اكثر من ذلك قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه مثل ما يحب لنفسه. فجعل دليل الايمان محبه الاخرين، وان تحب لهم مثل ما تحب لنفسك، ونهى عن كل اسباب التي تدعو الى الفرقه او الى يعني الغضب او الى عدم التراحم وعدم التلاقي. فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا، اي لا يعطي احدكم ظهره لاخيه اعراضا عنه، وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يسلم ولا يخذله. كل المسلم في خطبة الوداع، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بهذه التوصيات وبهذا الكلام ضرب الصحابة أروع الأمثلة في حسن الخلق وحسن المعاملة وحسن التآخي. ولذلك نزل قول الله: والذين تبوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم إلى الحق ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه هي الأخلاق التي تربت عليها الصحابة رضوان الله عليهم، والتي وضحت في معاملتهم حتى مع غير المسلمين. لذلك الحديث المسلم في رواية: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وفي رواية: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. المسلم وغير المسلم يسلم من لسانه ويده. وتروي لنا كتب السنة عن واقعة تبين أخلاق سيدنا رسول الله التي أمرنا بالاقتداء بها، لأننا القرآن الكريم نزل آيات كثيرة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي أن العفو لا بد أن يكون منهجا من مناهج الإسلام، وأن الجاهل هو الذي لا يتعامل بالعفو ولا بالعرف ولا يترحم مع الناس ولا يعفو على الناس. ونزل قول الله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكان العبد أو الأمة أو العامل إذا فعل شيئا يغضب سيده ورأى الغضب في وجه سيده بادره بهذه الآية: والكاظمين الغيظ، فيقول كظم، والعافين عن الناس الفوضى، والله يحب المحسنين. يقول: أنت حر لوجه الله. هذه هي الأخلاق التي ربى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، والتي تمثلها هو صلى الله عليه وسلم ونفذها، وكان هو القدوة والمثل والمطبق. يأتيه يوم رجل ويقول له: يا محمد أعطني حقي، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، أي تماطلون في الحقوق. فيهم سيدنا عمر ليضرب الرجل بسيفه من سوء أدبه مع سيدنا رسول الله ومن جرأته على الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول له الرسول: لا يا عمر، لأنا وهو أحق بغير هذا منه. تأمره بحسن التقاضي وتأمرني بحسن الأداء. قم يا عمر فأعطي الرجل حقه وزده صواعا جزاء ما روعته، يعني هو حقه 10 قروش أو 10 صواع، اديله 10 وزوده شوية عشان انت خوفته لما هممت وطلعت السيف بتاعك عن تضرب، فأخفت الرجل، فأعطيه زيادة عن حقه جزاء ما خوفت الرجل وروعته. فذهب سيدنا عمر لا يستطيع أن يرد الكلمة للرسول، هكذا الصحابة رضوان الله عليهم. فذهب سيدنا عمر مع الرجل ليعطيه حقه، فعندما ذهب معه فكشف الرجل عن وجهه وقال له: يا عمر ألا تعرفني؟ فنظر إليه سيدنا عمر وقال: زيد بن سحنة حبر اليهود. قال: نعم. قال له: ما الذي جعلك تفعل هذا برسول الله؟ ما
مادام انت من احبار اليهود تبقى انت عارف ان ده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فازاي تتجرع عليه وتفعل هذا معه يا عمر يا زيد بن زيد؟ فقال له الرجل: يا عمر، ان جميع خصال النبي الخاتم التي جاءت في كتبنا وجدتها في نبيكم هذا غير خصلتين، اردت ان استوثق منهما. اما الاولى فانه لا يقابل السيئه بالسيئه ولكنه يعفو ويصفح، واما الثانيه فانه لا يزيده جهل الجاهل عليه الا حلما. يعني هو الرجل كلما يغلط في القول يزداد الرسول حلما، لا يزيده جهل الجاهل عليه الا حلما. اما وقد رايت هاتين الصفتين فانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ودخل هذا الحبر في الاسلام ببركه عفو سيدنا رسول الله وحسن خلقه وعدم مقابله السيئه بالسيئه ولكن يقابل السيئه بالحسنه. هذه هي اخلاق الاسلام. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يكسر ويبين فيقول: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين أجرهم على الله فلا يقوم إلا من عفا. من يعفو عن أخيه ويصفح عنه ويسامحه ويتعامل معه بالحسنى هذا أجره على الله. أين الذين أجرهم على الله فلا يقوم إلا من عفا. وينظم هذا الحديث الوالد الكريم في شعر فيقول بعنوان العفو عند المقدرة، فيقول: قل قابل العذر واغفر زلة الناس، ولا تطع يا لبيبا أمر وسواس، فالله يكره جبارا يشاركه، ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هل لا تذكرت يوما أنت مدركه يوم الوداع شديد البطش والباس، ويوم وضعك في القبر المخيف وقد ردوا التراب بأيديهم وبالفاس، ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس، يفر كل امرئ من غيره فرقا، هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي؟ سيرسل الله أملاكا منادية، هيا تعالوا لرب مطعم كاس، هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة، هيا تعالوا إلى بشر وإيناس، أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل عفوه وأن يجعلنا من أهل رحمته وأن يجعلنا نتخلق بخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين جمع عالم، والعوالم كثير، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوان وعالم النبات، كل العوالم التي نشاهدها في هذا الكون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون يعني متمثلين هذه الرحمة وأن نكون من أهل شفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا أعمالنا في هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، وأن يعيدها علينا بالخير واليمن والبركات. بارك الله فيكم جميعا وشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، وهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم،
وإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، يا من قلت في حديثك الشريف: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم استمعنا إلى هذه الكلمة الوجيزة النافعة من فضيلة الدكتور محمد أبو هاشم، جزاه الله خيرا ونفعه ونفع به، ونسأل الله ألا يحرمنا من هذا العطاء أبدا، وألا يحرمنا صحبة الطيبين الصالحين. أيها الأحباب، جاءت هذه الموعظة وهذه الكلمة في إطار هذا اللقاء الإيماني المبارك الذي نختتم به الأسبوع الثقافي الثالث، والذي يقام بمسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة، تنظمه وتشرف عليه وزارة الأوقاف تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الأحباب، إنها مدرسة النبوة التي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه الذين أصبحوا من بعده كالنجوم، علمهم كيف يكون الخلق، وكيف تكون الأخلاق، وكيف يكون المسلم نموذجا يحتذى به. فها هو أحد من تربوا وتعلموا من مدرسة النبوة، الإمام علي كرم الله وجهه يقول: الأدب لا يباع ولا يشترى، بل هو طابع في قلب كل من ترباه، فليس الفقير من فقد الذهب، وإنما الفقير من فقد الأخلاق والأدب. فاللهم علمنا وفقهنا، واجعلنا ممن اهتدوا واستنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخلقوا بأخلاقه حتى يفوزوا بشفاعته وبورود حوضه يوم القيامة إن شاء الله. أيها الأحباب، ونختتم هذا اللقاء الإيماني الطيب بأن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ونرفع أكف الضراعة إليه. نبقى مع الامتهان والأدعية مع المبتهل الشيخ منتصر الأكرد. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا نعمة مسداة، يا رحمة اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاتك يا أكرم الأكرمين، يا من عشقت الهاشمي وزرته صلى الله عليه وسلم، يا من للنوح خلفك مثلفا،
كيف المسير؟ كيف المسير؟ Oh!
طه الذي عم الأنام بفضله فاق النبيين الأولى من قبله، هو صفوة الباري وخاتم رسله. يا أيها المستمسكون بحبله إن تبتغوا أجرا يكون جزيلا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أدناه إليه وقربا فعلى مقاما لم ينله أولو النبى، وله يقول أبشر فأنت المجتبى، أهلا وسهلا بالحبيب ومرحبا، من لم يصل عليه كان بخيلا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتفرج بها كروبنا وتقضي بها حوائجنا. صل اللهم على سيدنا محمد صلاة تكتب لنا بها شفاعته وتولدنا بها حوضه وتسقينا بها من يده الشريفة شربة هنيئة لا نوضع بعدها أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله صلاة ترضيك وترضيهم وترضى بها عنا يا رب العالمين. استمعنا أيها الأحباب إلى هذه الابتهالات والأدعية قدمها المبتهل الشيخ منتصر الأكرد، كانت ختاما لهذا اللقاء الإيماني الكريم المبارك الذي اختتمنا به الأسبوع الثقافي الثالث، والذي أقامته وزارة الأوقاف بمسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة تحت إشراف معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. شكرا للحضور الكريم السادة الأفاضل. كان معنا قارئا فضيلة الشيخ أحمد تميم المراغي، وكان معنا من علمائنا الأجلاء متحدثا فضيلة الدكتور محمد أبو هاشم أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، وحضر معنا المبتهل الشيخ المنتصر الأكرد السادة الأفاضل الكرام سيادة النائب علي الدين النجار عضو مجلس النواب، الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، الشيخ حماد المطعاني مدير إدارة أوقاف غرب القاهرة، الدكتور علي سليمان المفتش بإدارة أوقاف غرب القاهرة، إمامي المسجد الدكتور ياسر مغاوري فضيلة الشيخ عبد الخالق صلاح. أيها الأحباب، وإن شاء الله تتواصل هذه اللقاءات دائما التي يكون هدفها التثقيف ونشر الوعي الديني والثقافي لدى جميع المواطنين، والعمل على اكتساب كل الأخلاق والصفات الحميدة التي نسعى دائما ونأمل من خلالها أن تشيع المودة والرحمة والألفة حتى يصبح مجتمعنا مجتمعا هانئا هادئا سلما سلاما، كله مودة وحب وكله انتماء لهذا البلد وانتماء لهذا الدين وانتماء لنبي هذا الدين صلى الله عليه وسلم. الشكر الجزيل والموصول لكل من قام وأشرف على هذا اللقاء، هذه الأسابيع الثقافية المستمرة إن شاء الله التي تنظمها وزارة الأوقاف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان الحسنات القائمين عليها والداعين إليها والقائمين بها. شكرا لكم أيها الأحباب، حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، لكم أطيب تحياتي وأصدق دعواتي، نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.